عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة خديجة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقة تقطير الزهر، غنديروا مزهر إن شاء الله اليوم. بالنسبة لما عندوش ما عندوش فكرة على كيفاش كتتم عملية تقطير ديال الزهر، إن شاء الله هذا الفيديو غدا نديره بالتفصيل المميل، غنشرح فيه جميع المراحل بالتفاصيل. بالنسبة الزهر باش نحصلوا على ماء الزهر غنحتاجوا لهاد الوريدات، هاد الوريدات ديال البرتقال المر ولا لارنج، كله كيتسموا هذا البرتقال المر او لارنج او الزنبوع، كله وكيشنو كيسميه. غنحتاجوا هاد كميه ديال الزهر بحال هكايا، وغنحتاجوا لهاد القطاره، هاد القطاره هذه هي الآلة باش كنقطروا الزهر. كتكون من ثلاثة ديال الأجزاء، كتكون من البرمة والكسكاس كما كتعرفوا، البرمة والكسكاس ها هو هذا. البرمة كنديروا فيها الماء والكسكاس كنحطوا فيه الزهر، وهذا الطرف العجيب الغريب هذا هو اللي كنقوموا فيه بالتبريد ديال الهواء اللي كيكون متكتف هنايا في هاد المنطقه هنا. مثلا دابا هنا فاش كيكون كيطلع داك الهواء ديال البخار كيدخل كيجي هنايا في هاد المنطقه وكيتكتف. حنا اش كنديرو الماء من الفوق باش كيولي لينا على شكل الماء، داك البخار كيتحول من الحاله الغازيه الى الحاله السائله، تما كان كيتبرد وكيخرج لينا من هاد وكيخرج لينا من هاد الانبوب كيف ما كتشوفوا، كيخرج لينا من هاد الانبوب كاين هنايا اللي هو هذا ياك، وكاين هاد الانبوب وكاين هاد الانبوب اللي كنحتاجوه فاش كنكونوا كنبردوا. هنا كنبردوا كنديروا الماء، فاش كيسخن كيخرج كنخرجوه من هاد الماء. بحال هكا كتتم عمليه التبريد. اذا كنتمنى انكم دابا غدا نبداو نشرحوا كيفاش المراحل، تكونوا فهمتوا على الاقل كيفاش كتتم العمليه ديال التقطير ديال الماء الزهر. دابا غنشوفوا المراحل ديال التقطير ديالو. غتبداو تشوفوا معنا المراحل ديالو شويه بشويه كيفاش كتتم عمليه التقطير بالتفصيل، وغنزيد نشرح لكم اكثر. ملي سخون غدا ناخذ واحد الزويف وندهنوه، نديروا ليه العجينه غير المارفورت، وغنقفلوا به داك الشقيقات اللي كيكونوا ما بين دوك الشقيقات اللي كيكونوا ما بين ايطاج وايطاج، ما بين جزء وجزء باش ما يخرجش لينا تنفش لينا البرمه ديالنا. نسيت ما وريتكم هاد الانبوب اللي كاين هنايا اللي كيدي البرمه التحتانيه اللي كيكون فيها الماء. دابا غدا نشدو هاد الانبوب. علاش كيصلح باش ملي كيتقاد لينا الماء لتحت بلا ما نحلو البرمه كندوزو كناخدو شي غلال يكون فيه الماء طايب وكنخويو الماء من هنايا. دابا غنسدوه باش ما يبقاش ينفس لينا الهواء البخار. كما كتلاحظوا من بعد ما كيسخن راه سخنات البرمه ديالنا وبدا كيقطر، بدا كينزل لينا الماء الزهر. غنديروه في واحد القنينه زجاجيه. تبارك الله وصلت عين بيرك دغيا دغيا بدا كيقطر كينزل منه الماء. صافي هنايا كما قلت لكم من بعد ما سخن هنا غنزيدو الماء حتى يسخن. حنايا غدا نزيدو شويه ديال الماء عاوتاني فاش يسخن في مره، غنوريكم كيفاش غنحيدو. رجعي تشوفي شي كي كينزل،
نازل المشهد تبارك الله. قد ما بردتو الماء قد ما كينزل بالزربه. ملي بدا يقطر لينا الزهر غدا نزيدو نغطيو بواحد زويف يكون نقي. زيف حياتي بحال هكايا زويف يكون نقي باش ما يمشيش منه الجهد ديالو، يبقى الماء الزهر مجهد في نفس الوقت. راه كيقطر انت مقابلاه وتحاضي القرعه. خاصك تبقاي تحضي القرعه باش ماشي تعمرو انت ما شتيهاش. تبقى تخوى في شي بلاصه من غير القرعه. ما كتلاحظوا تبارك الله مده قليله وبدا كيعمر القريعه دغيا ما شاء الله. مسك والبركه رسول الله. ما قلت لكم عمليه التبريد مهمه جدا، ديما خاص التبريد. دابا راه الماء سخون، راه سخون، غدا غنحلوه من داك الانبوب باش يتخوى الماء. هاهو كتخوى من هنا. دابا غنديرو الماء هنايا بارد، نبرد عاوتاني. فين ما يبرد فين ما يسخن الماء غنحيدوه ونبرد عاوتاني. كنبقاو على هاد العمليه حتى باش كيسرع عمليه التقطير، باش كينزل لينا كيبرد لداخل، باش كينزل كيولي داك البخار كيولي على شكل ماء وكينزل من هاد الانبوب كما كتلاحظوا. هاهي ملي كنديرو الماء كيبقى داك القطرات كتنزل بالزربه بسرعه. كيساعد بزاف، كيولي كيهبط بالزربه وكيعمر لينا القرعه ما شاء الله. الصلاه على النبي. دابا عاوتاني راه سخون. كناكد عليكم ديما تبراد، خصك دائما تبردي الماء. عاوتاني نبردو الماء بحال هكايا عاوتاني. راه التبريد ديال الماء هو اللي كيساهم في تسريع عمليه التقطير. الا ما بدلتيش الماء ما غاداش يدير البخار بزاف، ما غاداش يولي البخار، داك البخار ما يتحولش الماء. انتما كيف ما كتلاحظوا ما بين تقطيره وتقطيره دغيا طلعت لينا الكميه ديال الزهر بسرعه. دابا غدا نخويو الماء. صافي دابا غنبقاو على هاد العمليه حتى تنساليو وغنرجع لكم من بعد في الاخير باش نوريكم شحال حصلنا على ديال الزهر. تبارك الله راه القرعه عمرات. حنا حولناها للبوطه الكبيره حيت البوطه الصغيره تقادات. وصافي دابا غنخدمو بالبوطه الكبيره. ما تنساوش بلي ملي تلاحظوا بلي الماء نقص بلي القرعه عمرات اكيد غيكون الماء نقص. كيف قلنا في الاول قلنا بان درنا جوج يطرو. كنا درنا جوج يطرو ديال الماء. دابا غنزيدو شويه د الماء مره زيدو شويه د الماء سخون. غادي يتزاد يطرو. نزيدو اطرو مي كتقطري يطرو
ملي نقطرو اطرو كنزيدو اطرو هكاك حيت الماء اللي كيتنقص من هنا كيتزاد هنايا في القرعه هكا. وعندنا داك داك وكاينين حتى داك البياسات ديال الفلوس حتى هما كانوا كيقرقبوا عرفنا باللي راه الماء نقص المهم كما قلت لكم ملي تعمروا اطرو زيدوا اطرو هذه القرعه الاولى القرعه اللي قاطعه هذه هذا هو الحر الحر ديال الروح ديالها اييه دابا عاد غنديروا قرعه الاخرى اللي غيكون فيها غير اللي شوية خفيف كيكون شويه خفيف نقدروا نديروا به الحلوى ندير نعجنوا به قريشلات البريوش وكلشي نديروا به الكعبه وكنستعملوا في الحلوى عادي هذا الروح هذا الروح هذا تستعمل في الحلوى وفي الكعبه وكلشي غير الاخر كيكون خفيف شويه كيتسمى هذا قاطع هذا كيكون قاطع هذا الروح ديالو اذا كيف ما شفتوا هادو هما المراحل ديال التقطير ديال الزهر نتمنى ان الفيديو كان يكون نال اعجابكم واستفدتوا راني حاولت نشرح لكم طريق ايتاب ايتاب دقه دقه وكنبقاو على هاد العمليه كما وريتكم طريقه التبريد كنخويو كنبقاو غير نبردو وكنديرو نحيدو الماء سخون ونرجعو الماء بارد باش كتسرع علينا طريقة التقطير ديال الزهر وصافي كنبقاو على هاد الحال حتى حتى لواحد اللحظة كنبقاو كل مرة ندوقو الزهر داكشي اللي كيتقطر كنحسو بيه بلي ولا بحال الماء مبقاش فيه حتى شي نكهة ديال الزهر مبقاش فيه نسمة ديال الزهر ديك الساعة كنحبسو التقطير وكنعرفو بلي صافي راه داك المستخلص ديال الزهر راه مبقاش كينزل صافي ديك الساعه كنحبسو كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لينا اعجاب الى عجبكم الفيديو وما تنساوش تضغطوا على زر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد وكنتسنى ديما التعاليق ديالكم واقتراحاتكم للقناه كنبغيكم بزاف وتهلاو في ريوسكم